بهذه الكلمات طيب هذا المسعف خاطر الطفل الذي استيقظ على قصف استهدف حي بني زيد، وأسفر عن استشهاد وجرح العديد من الأطفال والنساء. يلا عزل الله نعم الوكيل، لا إله إلا الله. طحر مهدي، محمود مهدي، أم محمود مهدي، بسم الله نعم الوكيل. مين كمان مين؟ بسم الله نعم الوكيل. منذ أكثر من أسبوع ونظام الأسد يتبع استراتيجية جديدة للقصف الجوي تتمثل باستهداف الأحياء الخارجة عن سيطرته في حلب وريفها ليلا. فها هو حي بستان القصر قد تعرض منتصف الليل لقصف جوي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة العشرات، كما تعرضت مدينة حيان لقصف من الطيران الحربي بصاروخين فراغيين أسفر عن تدمير منزلين وإصابة عائلة مؤلفة من 7 أشخاص. ربما يعكس قصف قوات النظام مدينة حلب وريفها خسارته على عدة جبهات فيها حسب ما يقول ناشطون، فقد أعلن الثوار تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام جراء استهداف تجمعاتهم بالرشاشات الثقيلة في معمل الإبر غربي مدفعية الزهراء. كما تجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام عند دوار المالية وقرب جامع الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء. اشتباكات عنيفة بين أبطال الجبهة الإسلامية وعصابات الأسد. أما في حلب القديمة فقد أعلن جيش المجاهدين مقتل عبد الوهاب مشتف أحد عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني خلال الاشتباكات التي جرت أمس في ساحة الحطب.